صباحية متجددة دون إطالة نرحب بضيفتنا الحاضرة معنا في الأستوديو ضمن فقرة عيش بيو عيش صحي. صباحك سعيد مريم حمران دكتورة صيدلانية. صباحك سعيد فريال. صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام. إذن حديثنا اليوم عن واقي الشمس. واقي الشمس للكثير من الناس ربما يستهزأوا به. حديثنا عن ضرورة استخدام واقي الشمس لتفادي يعني التصبغات، ربما الضرر الأشعة على الجلد، الأضرار ربما قريبة وبعيدة المدى كذلك. يلا خلينا نتحدث عن واقي الشمس. واقي الشمس وشنو هو وش كيفاش يخدم يعني على الجلد تاعنا؟ أكيد نبدأ قبل ما نعرفه باش نعرفه واقي الشمس، نعرفه وش هو المشكلة اللي نحبين نتفاداوه ومن بعدها وش كاين أنواع وكيفاش كل واحد يقدر يساعدنا ولا يضرنا في واقي الشمس. كما كاين إكرون توتال سولار لا ديفيرونس بيناتهم وكيفاش يقدروا يكونوا بيان ولا لو كونترير. دونك الحاجة الأولى اللي نبداو بها نعرفوا لي غادياسيون سولار، يعني الشمس عندها مقسومة إلى بلوزيغ تيب، انفيزيبل فيزيبل والترا فيولي. حنا اللي يهمنا اليوم في الموضوع تاعنا هما لي غيون الترا فيولي. في الترا فيولي تاني مقسومين إلى ثلاثة، كاين السي والبي والأ. شكون هما اللي يضروا لابو تاعنا؟ سي البي والأ. البي واش يديروا لي غيون هذوك الالترا فيولي كيقيسوا لابو تاعنا ياثروا على الطبقه الخارجيه تاعها. كي لي غيون هذوك البي يقيسوا لابو يحف لابو كيما يقولوا لا رياكسيون تاع لابو، الرد الفعل تاعها شنو هو؟ تبدا تفرز في الميلانين. كي تفرز الميلانين واش يصرى؟ لا كولور تاعنا تبدل، كيما حنا نسموه حنا برونزاجيتو، هو رد فعل تاع لابو نتيجه هذوك لي غيون الزياده اللي راهي تريسيفي فيهم كيما يقولوا بور سو بروتيجي. كي راهي تفرز في الميلانين مهنا تفرزوا بكميه زايده فوالا حتى نلحقوا نتبدل لا كولور تاع لابو تاعنا في الصيف. هذه هي السبب الاول. لي غيون اللي كيما يقولوا الاصعب اللي ياثروا بطريقه اكبر هما الان، وين يدخلوا في الطبقه الداخليه تاع الجلد تاعنا، يعني وين كاين الكولاجين. هنا اللي هنا علاش يوقع المشكل، هما كياثروا على الكولاجين تنقص الكولاجين هو المسؤول عن تجديد خلايا الخلايا ومنه يبداو المقيمين الشيخوخة ايضا. لا علاش نشوفوا الناس اللي خدموا بزاف في الشمس مام صغار مكمشين؟ علاه؟ باسكو لابو تاعهم دائما معرضه لهاد لي غيون ومنه يتعرضوا لليغيد، ماشي غير لليغيد، لجفاف البشره، الحبوب، ولا عندهم بروبليم تاع تصبغات ايضا. تصبغات كاع المشاكل اللي نحبوا نيفيتيوها راح تكون السبب تاعها هاد الاشعه اللي يدخلوا للطبقه الداخليه تاع الجلد تاعنا فوالا. دونك حنا كي نحبوا نبروتيجيو روحنا من هاد المشاكل رانا نلجؤوا للاستخدام واقي الشمس. واقي الشمس لهناك علامات ماركات مختلفه، علامات في انواع السوق، وايضا هناك انواع. الانواع هما اللي لازم نركزوا عليهم. أكيد. بالدرجه الاولى اكيد بغض النظر عن العلامات، ما يهمش العلامه، يهم النوع. حنا واش قلنا الحاجه الاولى اللي لازم نركزوا عليها بلي هذاك الواقي الشمس تاعنا اللي نشروه يكون كيما يقولوا بروتيجينا، يحمينا من الاو في بي والاو في ا لي دو، باسكو كاين دي زيكرون سولير غير او في بي. داكوغ حنا لازم تقراو ونشوفوا باللي او في بي والاو في ا. حاجه ثانيه هي الاس بي اف سان بروتكشن فاكتور اللي نقراها 80% 50% 60 و50% 30% الماكسيموم 50 ماكسيموم. بصح ما عارفين نقراو 60%. دوك نفهمك 60% واش معناتها. شوفي هما يبداو هذايا الاس بي اف يبدا من 2 حتى ل 50، مي واش معناتها؟ ماشي معناتها راهو يقي لابو تاعنا 50%، نو هذاك لو 50 حبي هو لو توب اللي لحقت ليه دوكا كيما يقولوا التطور تاع لي برودوي تو يقي لابو تاعنا 98%. فهمتيني؟ حنا لكن كاين بعض الماركات المحليه وين نشوفوا حتى 60، يعني اس بي اف 60. هو اس بي اف كاتبين اس بي اف 60. هي شوفي الفكره انه لا بروتيكسيون كيما يقولوا لو توب لو ميو لو ميور سي لو 50 ولو ميم اذا يكتبوا لك 60. حنا المشاهد واش لازم يعرف؟ بلي لا بروتيكسيون راهي 8 لو ماكسيموم اللي يقدر يديروا ان ايكرون 98%.
هذه ما كاش منها كاين ايكرون يحمي البشره تاعنا 100%. مازال ما كاش بالك بلوتا دوكا ما كاش. هذه الحاجه الاولى لازم نعرفوها. الحاجه الثانيه باللي هاد وشنو الفرق بين ايكرون توتال وسولير؟ ديجا توتال معناتها جوستومون الاس بي اف تاعو طالع او بوين وين تغطيه كامله زعما حمايه كامله من 98% كما رانا نقولوا. والاخرين كاين دي اس بي اف اللي يعني ايكرون سولير كاين اس بي اف كاين تاع 30 كاين تاع 40 سا ديبون. هما علاش يديروا هذا الفرق تاع لي اس بي اف؟ على حسب لا ناتور تاع لابو. كاين انسان بزاف لابو تاعو بزاف حساسه ولا عنده ديجا حبوب ولا يسحق ام بروتيكسيون عاليه على انسان اللي يديرها جوست على جال تصبغات ولا فهمتيني. ميم بارابور او زونفو ما يقدروش يديروا لهم اس بي اف طالع بزاف. هادو ما سي كيما يقولوا دي كاتيجوري تاع لو برودوي. يعني انا العكس فيما يخص يعني الواقيه الشمس الخاص بالاطفال نروح نشوف لي الاس بي اف تاعو يكون عالي جدا. لا كاين واقي الشمس في الصيدليه سبيسيال اونفون ماشي التركيبه تاعو تختلف. اكيد بيان سور التركيبه تاعو تختلف. دوك نهضروا على التركيبه تاع كل واقي شمسي وكيفاش يقدر ياثر. لأن هناك ربما فكره سائده تقول لك انه واقي الشمس الكبار والصغار كيف كيف يختلف فقط الباكاجينغ وهذا يعني للترويج للمنتوج باش في عوض ما نشرو واحد نشرو زوج. لا 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 اكيد علميا تركيز المواد المستعمله ما يقدرش يكون نفسه. هذه هذا شيء. ولو كان تركزي في المكونات تشوفي باللي التركيز يختلف. كاين امور يختلفوا ما يقدرش يكون نفسه خاطش الجلد تاع البيبي ولا تاع انفو ماشي كيما تاع اون بيرسون ادولت. هذه اللي هضرنا عليها على لي غاديسيون سولير. معليش نعاودو نقولو ليها. اذا نشوفوا وكانت تشرحي لنا الصوره بطريقه اوضح ربما. كما قلنا شغل الشمس تاعنا اللي رانا نريسيفيوها كل نهار هي مقسومه الى ثلاث انواع كما نقولوا الفيزيبل الانفيزيبل يعني اللي ما نشوفوهاش والفيزيبل اللي نشوفوها والالترا فيو اللي تاثر علينا. كاين كما يقولوا احنا في الشمس كاين باش تدخل لنا الضوء كاين باش تمد لنا السخانه وكاين اللي باش تهردنا لابو ايتو. هذه هي احنا المشكل تاعنا راهو مع الاو في بيسك هي اللي تاثر علينا سلبيا. هي اللي لازم هاد لي غادياسيون هما اللي لازم نحمو نفسنا منهم اون تيليزون واقي الشمس اللي هو مهم جدا حتى الايام اللي ما تكونش فيها يعني الشمس بزاف. اكيد اكيد ماشي لازم كيما يقولوا هذيك السخانه تاع الصيف هذيك لازم كل ساعتين نجددوا الواقي تاعنا باش يقدر صح يمد لنا اهم ليك ثاني الانواع تاع الالترا فيولي اللي هضرنا عليهم. قلنا كل ساعتين لازم نجددوا الواقي تاعنا نعاودوا نحطوه باش يقعد كل ساعتين باش يقعد يمد لنا هذيك لا بروتيكسيون بروبرمون ديت يعني الحقيقيه اللي رانا نحوسوا عليها. اكيد اذا لازم نلتزموا به يوميا حتى يعني في فصل الشتاء وحتى في الايام اللي ما يكونش فيها يعني الشمس ساطعه يعني حتى نكونوا خارجين من الدار ماشي لازم حتى نروحوا للبحر ولا نروحوا للغابه. لا اكيد اكيد هي هي من الافضل واقي الشمس يكون عاده يوميه على طول السنه بيسك الشمس راهي كانت تطلعني حبي يقول لي غادياسيون كاينين تطلعني برك ماشي معناتها حتى تزيد الدرجه من نولي نحسوا لها باش ناخذوا اجراءات. صحيح. اذا احنا قبل ما نروحوا نشرو يعني كريمه مرطبه للجلد ناخذوا بعين الاعتبار يعني نوع البشره تاعنا الحساسيات تاعنا لكن واقي الشمس للاسف ربما ما نتبعوش نفس الاجراءات اليس كذلك؟ وقفت عليها في الصيدليه اكيد هي يعني الناس كي يتبعوا لا مارك قالوا لي هذيك لا مارك مليحه عطيني هذيك لا مارك بو امبورت لا ناتور ما يشوفوش لا ناتور تاع لابو تاعهم اون بو بلونش ماشي كيما اون بو مات ماشي كاين اون بيرسون سونسيبل كاين شغل هما يشوفوا ولا زعما هذاك رابور كاليتي بري الغالي هو المليح دونك هذاك الوغ كو لا 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 ماشي هذا هو البرانسيب. كل واحد ولابو تاعو كل واحد واش يقدر يخرج عليه سو ني با فونسيو مي الحاجه الافضل نعرفوا كل حاجه واش فيها باش نقدروا نخيروا. حنا واش لازم نعرفوا تاني بلي هادو ما لي زيكرون عندنا نوعين عندنا العضوي وعندنا الفيزيائي يعني اللي يتكون من مواد كيميائيه واللي اللي يتكون من مواد معدنيه. معدنيه صح. وشكون اللي مليح دوك نهضروا عليهم في زوج ونقولوا الحاجه مليحه في لي دو اللي ماشي مليحه في كل واحد فيهم. الاول المعدني اللي نستعملوه حنايا بزاف هذاك اللي خلينا بيوضيه كي نديروه هذاك على خاطر يتكون من الاكسيد تاع الزنك ولا دي اكسيد تاع التيتانيوم. هادو هما اللي كيفاش يخدم حنا كي نديروا ليكرون هذاك كي يجوا هذوك لي غيون واش يدير هذاك ليكرون اللي يكون من الفوق يعاود يعكسهم فوالا يعاود يعكس هذا التيب الاول التيب المعدني. نروحوا للعضوي
هذا اللي لازم نعوده كل ساعتين. نروحوا للعضو اللي يحتوي على مواد الكيميائيه كيما لوبان اوكسيد. هذا واش يدير هو هنايا؟ كي نديروا هذيك ليكرون دو امن ما تجيناش هذيك الطبقه الخشينه والبيضاء. واش يدير هو؟ ما يعكسش، يستقبل هذوك يمتصهم ومن بعد يخرجهم على يحررهم على شكل الحراره. شغل ديك الحراره في الليل كي نكونوا حنا نرقدوا يبدا الجسم صافي ليسونسييل ما يعكسهاش ديريكتومون، يستقبلها ومن بعد كيما نقولوا ديفوزي هذيك هذوك لي غيون. صح، هنا هذا ليكرون علاش كاين ناس يلجؤوا ليه؟ الوقت ديجا يشد كثر، امتصاص يشد كثر، يشد كثر، ماشي كثر من جوج سوايع. تقدري زعما راكي لا ماتيني كاع بلا ما تعاودي ليكرون تاعك. الحاجه الثانيه ما يخليلكش دي بلاك ولا كيما الاخر. لكن المشكل راهو في المكونات هذوما اللي مخدوم بهم. مثبت علميا انهم ياثروا على الهرمونات سيختو الاستروجين، يديروا خلل في تركيز الهرمونات. وحديثا يعني مؤخرا كان دراسه تقول باللي من بين الاسباب تاع سرطان الثدي، ما قالوش باللي سي لا ريزون برينسيبال يعني هو السبب الرئيسي، لكن من بين الاسباب اللي تقدر تؤدي الى سرطان الثدي. يعني نجو نعالجوا حاجه ولا نقيو انفسنا من حاجه واحده اخرى نولوا في مشكل اخر. اذا من هذا الباب انت باش تنصحيهم؟ يعني انا شخصيا نستعمل المعدني غير عضوي، يعني غير عضوي المعدني. المعدني ميم سي نحسو ثقيل شويه على وجهنا، مي بصح لي كونسيكونس تاعو ما كاش يعني ما كاش زعما دراسات تثبت باللي الاكسجين على ما ياثرش على لي زغمون ولا نو. اكيد خاصه التاثير هذا على الهرمونات ربما الناس يستهزاوا به، لكن هو للاسف رانا نشوفوا الناس عندهم صعوبه في الانجاب. عندنا ايضا ذكور ربما عندهم ميولات اخرى، ايضا نفس الشيء بالنسبه للاناث نشوفوا عندهم خلل هرموني، نقولهم حنا مسترجلات، لكن هو العكس، هو الاثر تاع هاد المواد الكيميائيه اللي اثروا فينا. أكيد. بطريقه مباشره خاصه اذا كانت المراه حامل، وكنا شفنا دراسه يعني صنعت ضجة وتصريح لطبيبة وين أكدت أنه الباراسيتامول يأثر على تكون الجنين في رحم الأم وعلى يعني سلوك تاعو مستقبلا. يعني كل هذه الأمور لازم ناخدوها بعين الاعتبار قبل ما نستخدموا أي حاجة. أكيد. في الجسم تاعنا هذو هما النقاط اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار، ماشي لا مارك تاع البرودوي اللي راح نستعملوه. هذه كيما يقولوا تجي في اخر محطه، كي خلاص على بالنا طبيعه البشره تاعنا، على بالنا متاكدين باللي يو في يو بي باللي ما راهوش عضوي، باللي الاس بي اف تاعو يساعدنا تما، ومن بعد نخيروا نحبوا نخيروا. نعاودوا نقولوا للاسعار كذلك، كاين بزاف الناس يربطوا الفعاليه تاع المنتج هذاك بالسعر تاعو، قد ما يكون غالي قد ما يكون مليح. انت كيفاش راكي تشوفي هذه النقطه بالذات مريم؟ انا نشوف باللي كما يقولوا هذه ماشي ما نقدر ماشي قاعده، ماشي قاعده اللي نقيسوا عليها دائما. دي فوا نصيبو منتوج يكون النوعيه تاعو مليحه، مي السعر تاعو ثاني ان بون رابور سكون ابل غالي رابور كاليتي بري. دونك ما نقدروش نعرفوا حاجه كيما دي حتى نجربوا. نقدروا نجربوا ان اكرون البري تاعو يكون مليح، ساعدنا ما ساعدناش نبدلوه اون باس اوتر شوز ولا نشري واحده غاليه. بيان سور حنا تهمنا لابو تاعنا تكون مليحه ما يصراولناش مشاكل اخرى، مي هذا ما يمنعش، ماشي معناتها كي راح نشرو الغالي راح نتهناو من هاد لي بروبليم، يقدر هذاك الغالي ما يخرجش عليك. صحيح. الماركات والعلامات المحليه يعني تنصحي بهم؟ كاين بعض الماركات ربما السعر تاعهم في متناول الجميع. كاين بعض الماركات المحليه لي برودوي تاعهم اي سون تري بيان. انا شخصيا كاين ماركات محليه نستعملهم وما عنديش مشكل شخصيا، ما دارولش اثار جانبيه ولا بالنسبه للبشره تاعي. يعني بالنسبه للفعاليه تاعهم، الفعاليه اذا ان كيما يقولوا الفعاليه سا ديبون دو لونغاجمون تاعنا. الانسان اللي عاود ليكرون تاعو شاك جور واللي ما شغل ما خرجلوش حاب يعاودو شاك دوزور، حتكون الفعاليه كسوسوا محلي ولا عالمي. اذا نعلقوا على هذه الصوره رجاء. هذا الاوكسيبنزون اللي قلت لك المكون اللي يكون في ليكرون توتال العضوي، هذه هي الماده اللي يحذروا منها لي ريشيرش يعني اللي راهم في واللي راح ياثر على الهرمونات بطريقه مباشره وقد يسبب لنا
سرطان الثدي. ربما النساء لم يتابعوا فينا ولا حتى الرجال ما عندهمش حتى الفطنة أنهم يقرأوا يعني اللافتة باش يعرفوا المكونات لا عضوي ولا معدني. قلت لك شغل هذه هي الغلطة اللي ماذا بينا ننبهوهم لها. ماشي شري لا مارك لا مارك اي ديتاي واش شنو هذا واش اذا فيه لوكسي هذا اذا ما فيهش اذا وحتى السعر تاع الماركه كما سبق واشرتي ربما راح يرتفع مع ارتفاع المكونات. وعندما نقول انه هناك مكونات اكثر يعني مكونات كيميائيه اكثر في هذاك لازم دائما نقرا يفوليغ لازم الواحد يعرف واش راهو يستعمل اكيد ولا نسقسيو الصيدلي اكيد لازم نستشيروا الصيدلي تاعنا يقدر ينصحنا ويعطينا الخيارات اللي كاين ومن بعد حنايا نقرروا. اكيد عندنا وصفه طبيعيه بعد قليل فقط والحديث عن كيف نقي أنفسنا ولا كيف يعني كيفية أننا ندرك الوضع بعد ما نسينا واقي الشمس تاعنا. بعد ما نسينا واقي الشمس كما يقولوا إني جامي تخوتها بور بيان فير يعني نقدروا نعود نبدأ عادة جديدة وين دايما نابليكي وتعنا الواقي الشمس بس ما نزيدوش الأمر سوءا. كاين بعد الوصفة الطبيعية ماشي يعوضوا ليكخون توتال مي يعاونوه شغل كيما يقولوا باش يكون عندنا اكيليب باش ماشي دائما نوتيليزيو توسكي هكذا كوزميتيك نحبو ناتورال كيما نديرو ان اكيليب بين لي دو باش ان شاء الله تكون عندنا نتائج المرغوبه باش راه صحيه ان شاء الله اكيد.